sada je ko اختصاصي الدقيق في مهندسة الطرق والمبادئ والماجستير في سياسة التنمية الحضرية للكلية الجامعية. يعني مو كل الاستراتيجيات اللي نفذت في مجال التخطيط هي ناجحه. اكيد لهذا الفشل اسباب تتعلق بضعف الرؤيه وفهم الواقع من جهه، واحيانا اكو تطبيقات ما تركب يعني مع الواقع الحال اللي هو موجود في دوله معينه حاولت تطبيق هذه الاستراتيجيه. طيب كل بحث في اسئله متعلقه فيه. الأسئلة هنا تتحدث على أن التقدم في التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يعتبر حل للمشكلات التخطيطية، هذا على مستوى الخدمات، الخدمات الحكومية أقصد والإدارية. طيب احنا بحاجة إلى حكومة تمتلك هذه الآلية من التواصل التقني والتكنولوجي وتأثير هذا وانعكاسه على الواقع المحلي. بالنسبة للبحث لا بد أن كل بحث يكون بهدف، وما الأهمية من ذلك؟ الهدف هنا هو التعريف بمفهوم الحكومة الذكية وأهدافها وعناصر تميزها وكيفية تحقيقها. والأمور المتعلقة بتوضيح الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بتبني هذا المفهوم إضافة إلى عرض التجارب المعدة لهذا الغرض. وتوضيح مصطلح الحوكمة الذكية اللي هو ذو علاقة بالحكومة. عن أهمية البحث تتوضح أهميته من خلال إلقاء الضوء على جوانب تطبيقات التكنولوجيا في العملية التخطيطية. ثم أشرنا في البداية عملية تخطيطية بحاجة إلى تطبيق الجانب التكنولوجي. والهدف من تطوير الواقع المحلي للدولة قيد الدراسة. في محاور البحث، المحور الأول يتعلق بالتخطيط الذكي والحكومة الذكية. موضوع الحكومة الذكية حتى ما نضيع عليكم انه يتعلق بقاعدة بيانات شاملة، ماكو حكومة ذكية بدون بيانات شاملة. البيانات الشاملة تتعلق بالنقل الذكي، بالبيانات الرقمية، تطوير عمل مؤسسات الدولة من خلال التقنيات الذكية. هذا العلاقة بمصطلحي التخطيط الذكي والمدينة الذكية. هذه البيانات الشاملة تترابط مع بعضها حتى تعطي الهدف الذي أعدت من أجل الدراسة. أكو ست خصائص مهمة ذات علاقة بموضوع التخطيط الذكي والمدينة الذكية. أهمها
الحكومة الذكية أو التشاركية. طبعاً يفترض في الحكومة الذكية أن تكون تشاركية في اتخاذ القرار، في وضع القاعدة البيانات الشاملة، في تطبيقها، في تقليد التجارب العالمية. وطبعاً الحكومة الذكية بحاجة إلى اقتصاد ذكي، وبحاجة إلى أشخاص اللي هم يعتبرون رأس المال الاجتماعي أو البشري، أقصد الموارد البشرية، أي استثمار البلد لهذه الموارد. النقل الذكي أكيد، والبيئة الذكية كموارد طبيعية، وجودة الحياة من الجوانب المتعلقة بالأمور اللي تخص التخطيط وتعليم تجربة النقل الذكي. طبعاً موضوع الذكاء المكاني كمصطلح ينتج من ثلاث أنواع من الذكاء: أولها الابتكارية والإبداع، وثانيها الذكاء الجماعي في مؤسسات المدينة والرأس المال الاجتماعي للابتكار، والذكاء الصناعي اللي أشرنا عنه في البداية. هذا مخطط بسيط يوضح اللي تكلمنا عنه، لأن ذاك الثيوري هذا يوضح الجانب العملي. هنا الابتكار والقدرة التنافسية والتماسك المجتمعي وكيفية الترابط معهم، يبدأ بالقطاع المدني والقطاع الاقتصادي والاجتماعي يكون له يعني ارتباط مباشر في هذا الجانب. فيبدأ بالإقليم والمحافظة ثم المدينة عند الوحدة الأكبر إلى الأقل. بعدين راح يوضح ارتباط التخطيط الذكي باستراتيجيات التنمية وإجراءات صنع القرار، ودور ذلك أيضا بالذكاء المكاني والبنية التحتية الذكية. من خلال التخطيط الذكي ممكن أن أصل إلى الحكومة الذكية، هي استراتيجيات من رأس الهرم تبدي ومن ثم تتدرج. فهذه الأمور تتعزز من خلال تطوير هذه البنية وربط القطاعات مع بعضها، القطاع العام والخاص، وتعزيز التجربة من خلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والنقل. في المحور الثاني حديث عن الحكومة الذكية كمفهوم وخصائص للحكومة الذكية. الحكومة الذكية ترى هي حكومة يعني اعتيادية تقليدية، لكن طورتها من خلال التكنولوجيا، طورت قطاع الصحة، قطاع النقل، قطاع إدارة الأزمات، الأمور المتعلقة بالحكومة بكافة أركانها. فهي ما تختلف تماما عن الحكومة الاعتيادية، لكن الترابط يكون من خلال تفعيل التكنولوجيا. ما هي متضمنات الحكومة الذكية؟ أي حكومة ناجحة تتم من خلال توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية. يعني هذا الموضوع لازم يكون واسع لأن الآراء تكون ضرورية في هذا الجانب. تعزيز هذه الآراء هو يصل إلى الحل الأمثل لتنفيذ هذا النوع من الحكومة. تقديم كافة الخدمات الخاصة بالدوائر بحيث تصل إلى المواطن في مكان تواجده، تكون العملية سهلة. ما هي الأسباب اللي ساهمت في ظهور هذا النوع من الحكومات أو الحكومة الذكية؟ طبعاً هي أول أسباب سياسية، الحكومات تتنافس فيما بينها لتقديم الخدمات للمواطنين، تعتبر حكومة ناجحة من خلال تقديم هذه التقنيات والتطور، من تسبب أنه هي تساعد المواطن، توفر له وسائل الراحة، إذن هي تعتبر حكومة ذكية، مش تطبق التكنولوجيا، هي ذكية في أدائها. أسباب اقتصادية، طبعاً شركات من راح تجي تدخل حتى تنفذ هذه الأمور راح تدخل رؤوس أموال جديدة. وأخيراً أسباب تقنية، نطور مستويات عالية من تشفير البيانات وأساليب متعلقة بحفظ هذه البيانات بأسلوب آمن للشبكة. خصائص هذه الحكومة، أولها المرونة، تستوعب الطلب المتزايد على الطاقة الحاسوبية ومتطلبات التخزين، وتتجاوب عفواً مع الأسلوب الديناميكي الذي يعدد من أجله، إمكانية التجوال وهذه مهمة جداً. الأمور المتعلقة بالتفاعل الاجتماعي مع الجمهور بشفافية،
وحساسة لالتقاط البيانات. إذا نظرنا هذا الكلام في مخطط راح يتضمن أربع محاور. المركز اللي هو الحكومة الذكية، إلى ماذا تهدف؟ تهدف إلى مبدأ التشارك، حقق العدالة الاجتماعية، تشجع الابتكار الاجتماعي، وتضع المجتمع على أهبة الاستعداد للتطور، أصغي إلى آراء حاجاته وحاول أطوره. الشفافية هو المسألة ضرورية جدا حتى تعالج الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته. فالمواطن إذا وصلت الخدمات وهو في منزله، بعد ما راح يروح لدائرة معينة ويطلب من موظف معني رشوة حتى يمشي معاملته أو شغله. أستبدل المعاملات الورقية اللي صارت أرشفتها كبيرة جدا ووسائلها تقليدية جدا. أمر إنه إحنا نتحدث عن العراق نحاول نطبق التقنية هذه، لكنه مو مبدأ كامل. هي الآن ميكس بين الإلكتروني والورقي، وهذا سبب عجز كبير حقيقة، سبب بطء في إنجاز المعاملات. وفي بداية أكيد راح تتعكس، لكنه الهدف النهائي منها هو تحقيق الجانب الذكي وترك الجانب التقليدي. هذه الأمور تعتمد على تدفق المعلومات وإمكانية تداولها. كل شخص يجب أن يعي كيف يستخدم هذه التقنية وكيف يصل إليها وكيف يتأقلم معها. أحياناً كبار السن معظمهم لهم صعوبة بالتعامل مع الأمور الإلكترونية ويفضلون التقليدية، لكنهم في مرور الوقت وإعداد ندوات وورش وطرق توضح هذه التفاصيل راح يتأقلمون معها. راح احقق مبدا الثقه مع المواطن، واتوقع الدقه والحذر والامور اللي يكون بها ممكن اخطاء راح تقل. طبعا هذا كله راح يوفر الوقت والجهد والكلفه وارفع كفاءه الخدمات، رغم انها راح تكون مكلفه نوعا ما، لكنه نتيجه هذا راح نقدم خدمه. اي حكومه ذكيه تتطلب بنية تحتية انفراستراكشر، إذا ما كانت معدة لها في أنظمة عامة راح تسبب أنه إنجاز راح يكون صعب. هذا الأمور يتم من خلال الاستثمار إذا كان البلد مليء قدرات مالية، ويتم من خلال البلد إذا كان عنده قدرات مالية. طبعاً العنصر المهم الثاني هو عنصر الموارد البشرية اللي هو راح يعزز هذا الموضوع. مو كل حاسوب يحتاج إلى موارد بشرية، خاصة من أصحاب الاختصاص. طبعا حتى تحول الحكومه الذكيه لازم ابين الواقع الراهن وانظم واقدم الخدمات واقدم رؤيه مستقبليه وواضحه. في ختام الموضوع حتى ما اطل عليكم اختار مثلين طبقوا الحكومه الذكيه عربيا. مشروع الحكومه الذكيه في دبي عند تطبيقه وفق احصاءات رسميه انجز 17299 معامله امنيه، ومن خلال تطبيقه ارتفعت نسبة التواصل مع شرطة دبي والتواصل عبر الرسائل النصية ورصد المخالفات بكافة أنواعها بنسب عالية كثيرة، وذلك من خلال التواصل مع المواطن وإعلامه بالمخالفات عن طريق الهاتف الجوال. بالمملكة العربية السعودية أيضا أشارت الإحصاءات أنه الموضوع أدى إلى ارتقاء الخدمات الصحية والاجتماعية والمدنية، وشارك عدد كبير من القوى العاملة وقدم رؤوس أموال كبيرة للبلد. طبعا هذا تم وفق دراسات الواقع الحالي المحلي وتقييم الحالة وثم إجراء الدراسات وفق مرونة تقليدية عامة. كاستنتاجات وتوصيات مهمة جدا أنه في أي حكومة ذكية هناك إيجابيات وسلبيات. إيجابيات الحكومة الذكية هي تحسين نظام التخطيط في المدينة المعنية، تحسين نظام التشارك مع المواطن، تحسين نظام النقل وتخفيف الزحمة المروري بإدارة ذكية. كسلبيات بها تكلفة، فالدول مجالها الاقتصادي صعب انه تنمي هذه. الموارد البشرية اذا كانت ضعيفة وماكو خبرات ايضا راح يكون هذا نوع من السلبيات. ومجال امن الشبكة وخصوصية البيانات اذا كان هناك قد يكون اختراق القرصنة.
لكن كايجابيات الحكومه الذكيه راح توفر خدمات كبيره، راح توفر فرص عمل كثيره، راح تحاول رغم انها راح تكلف الكثير لكنها راح تحاول توفر من رؤوس الاموال وتوفر فرص عمل كثيره. كتوصيات بموجب التجارب العالميه اللي صارت في هذا المجال، العالم الان كله متوجه الى الحكومه الالكترونيه والمدن الذكيه. هناك امور يجب ان نراعيها في هذا الجانب، وهي اهميه الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تقدمه من العلوم في هذا الجانب. اي دراسه يجب ان تنفذ لازم هناك دراسات واقعيه لواقع الحال. دراسه واقعيه دراسه از بلت لواقع الحال كما هو، وعلى ذلك نطلع الاساليب اللي نقيمها على اساسها. التحول التدريجي مهم جدا ان يتم تدريجيا مفاجاه حتى اسوي العمليه ستيب باي ستيب، حافظ على الاستراتيجية المبنية للبلد أو الحكومة على أساسها. أكو موضوع اللي إحنا قلنا الجهل في مجال التقنية نسميه ما هو الأمية الرقمية. يجب أن نوسع هذا المجال وننشر ثقافة استخدام التكنولوجيا، لأن التحديات اللي تخص المجتمع كبيرة تحتاج إلى تثقيف وتحتاج إلى توسيع وتحتاج إلى دراسة. هذه بعض المصادر والمراجع اللي استخدمتها في اعداد هذا البرزنتيشن، واخيرا وليس اخرا شكرا يا زعيم. شكرا جزيلا.